السلام عليكم، كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، لكن تحدي اليوم تحدي جديد اسطوري خرافي. فكرة تحدينا بكل بساطة مثل ما تشوفون عندنا هذه العجلة اللي بيها 16 اختيار عشوائي للدوني كريستيانو رونالدو. 8 اختيارات راح تنطي اللاعب طاقات خارقة، والثمانية الثانية راح تنطي اللاعب طاقات سيئة ومهارات سيئة جدا. فبكل بساطة عجلة الحظ هي راح تحدد ايش راح يصير بطاقة كريستيانو رونالدو. احنا حاليا بدوري ابطال اوروبا وخلصنا دور المجموعات بالصدارة. مباراة دور 16 راح تكون ضد بورتو البرتغالي. بعد كل مباراة 3 لفات راح نلف العجلة، وعلى كل هدف يسجله لفة زائدة. وقبل مباراة بورتو نلف 3 لفات، يعني ممكن اليوم مثلا الطاقة تكون طاقة الدون 0 او 1، يعني مثلا اقل شيء 1 اعتقد. الرأسية تكون 0، قدم ضعيفة 1، السرعة مثلا تكون 0 عادي جدا. ممكن اللاعب يكون سنفور او قزم، وممكن يكون عملاق، ممكن يكون ذا فلاش سريع جدا. بس قبل ما نلف اول لفة يا شباب، اتمنى من عندكم اللايك والاشتراك والتنبيهات وهذه الشغلات الحلوه والرهيبه، ويلا خلينا ننطلق للمقطع. اهم شيء الاشتراك يا صديقي، اهم شيء. 500,000 قريبه جدا. يلا بسم الله. اللفه الاولى والثلاث لفات قلنا قبل المباراه الاولى، وهذه هي اللفه الاولى يا شباب، وبسم الله وتسديد الطاقه. والله الطاقة 99 من أول لفة يا شباب، أعتقد ماكو أفضل من هيك بداية، لكن عندنا لفتين ممكن ترجع الطاقة صفر ما ندري. يلا إلى اللفة الثانية وخلينا نشوف إيش راح يطلع للدون كريستيانو رونالدو. بسم الله، وين 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 ورأسية صفر؟ لا، الرأسية راح تكون صفر، كل شيء 99 إلا الرأسيات راح تكون صفر. وهاي اللفة الأخيرة قبل المباراة الأولى، وين نزلت يا حبيبي؟ على التمرير. لا، تمرير بعد عندنا صفر راح يكون للأسف. سوينا طاقات اللاعب كلها 99ات مثل ما تشوفون، لكن الرأسيات راح تكون عندنا 1 والتمرير الطويل والقصير 1 فقط، فصارت الطاقة 85 بسبب هاي 3 شغلات بس يا شباب. يلا ندخل المباراتنا الأولى ضد بورتو. تخيلوا كان ممكن تكون طاقة الدون 99 لكن 85. يلا نبلش من المباراة الأولى ويا رب يسجل حتى ناخذ لفات أكثر. كريستيانو سريع، صاروخ صاروخ صاروخ، التصويب بس عنده سيء والرأسيات سيئة، لكن باقي الأمور اللاعب بها خارق. يلا بسم الله، روح الدون. الله عليك، الهدف الاول، كل هدف بلفه يا شباب. خلينا نشوف كم لفه راح يلف بنهايه المباراه. اوكي، عنده 5 اهداف لسبع مباريات، يعني مسجل 4 بدور المجموعات، جيد. يلا يا سلام يا كارفاخال. كريستيانو ارجع، حلوه، العب هنا. الله، لا يا فالفيردي، لا، هي جول جول يا عمري. لا يا العارضه، اوفا، حلوه. كريستيانو كريستيانو وفي القائمة. يا سلام على السرعة. يلا، لا 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 لا، والله كانت حلوة. استلم رونالدو، مرور. الله 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 الله، حلوة. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، هدفين سجل اليوم. شوف 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 شوف، من زاوية صعبة حاطها بالجول، الله عليك. اوكي شباب، بعد المباراة لفة واحدة وعلى كل هدف لفة، يعني 3 لفات تصير، ما نريد نبالغ بعدد اللفات. حلوة كريستيانو يا عمري يا عمري، 3 اهداف على بورتو، جلدنا بورتو باول مباراة يا ولد. طاقة اللاعب جدا قوية وانا محظوظ يا شباب، وكدون محظوظ لان باول لفة كانت الطاقات 99، لهذا صار اللاعب بهذه القوة من اول مباراة. لكن ما تدري، ممكن اللفات الجاية راح تغير. 4 لفات يا شباب راح تكون صعبة اعتقد على كريستيانو. اسنسيو، يلا الدون، اصعد وصعد كريستيانو يا عمري، سوبر هاتريك. يا سلام، حلوة 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 سلسلة التمريرة. خلاص انتهت المباراة الأولى، 4 أهداف للدون، 4 لفات، لفة ما بعد المباراة، ف5 لفات راح نلف يا حبيبي. يلا بسم الله، اللفة الأولى وبسم الله. يا رب يا رب يا رب يا رب، شي قوي يا رب، شي قوي. أوكي 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 أوكي، الطاقة 99، لا، راح يكون قزم كريستيانو رونالدو. ومثل ما تشوفون 130 سنتيمتر طول كريستيانو رونالدو. يلا اللي بعدها وبسم الله. يا رب يا رب يا رب يا رب، شي قوي يا رب، شي قوي. باقي لنا 4 لفات. وين وين؟ عملاق عملاق عملاق، قزم بعدها عملاق يا حبيبي. يلا نروح نسوي عملاق. هو 256 طول اللاعب. يا رب يا رب يا رب، خلينا نشوف ايش راح يطلع. مهارة 5 نجوم، تمرير 0، اوريدي التمرير 0 يا شباب. يلا الرابعة، وين راح ننزل؟ وين وين؟ عملاق عملاق، رأسية 0، بعدها رأسية 0 نفسها يا شباب. باقي لنا آخر لفة، هذه اللفة الأخيرة، ونقول بسم الله وخلينا نشوف. ما قبل مباراة الإياب. أوكي،
قدم ضعيفة 5 نجوم، لكن اللاعب عملاق هذه المرة مثل ما شفته، وهذه قدم الضعيفة 5 نجوم. رونالدو، وين راس رونالدو يا حبيبي؟ يلا بسم الله، مباراة الإياب، خلينا نشوف الهدافين. الدون حاليا بالصدارة، وهالمرة عملاق راح يجلد إن شاء الله. وين كريستيان؟ أوف على الطول يا ولد عملاق. يلا بسم الله إلى المباراة، وهذا كريستيان رونالدو العملاق 256، يعني مترتين ونص طوله يا شباب. مندي، يلا الدون أرجوك. رونالدو، أوف 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 أوف. وحدة عالية، هي كريستيانو، رأسية سيئة عندك يا الدون. يلا هسه هي رونالدو، لا يا رونالدو لا لا لا. حلوة، بوم يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، يا سلام يا سلام. أول هدف لكريستيانو هذه المباراة. شوف فينيسيوس، بوم، اصعد يا الدون. لا يا كريستيانو لا، الله 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 على السرعة. روح يا رب جول. يلا ثاني، يلا الثاني، يلا الثاني، يلا الثاني، يلا الثاني، يا سلام يا سلام. بعد جول، يلا. لا يا كريستيانو لا، خلصت المباراة. هدف واحد بس سجل كريستيانو، يعني راح نلف لفتين. راح نلعب ضد ليفربول، الله حلو. هاي مباريات ربع النهائي، تشيلسي البايرن، بي اس جي اتلتيكو مدريد، اشبيليا مان سيتي. وين راح تنزل؟ راح تنزل على العملاق، على رأسية صفر. لا، كل مرة رأسية صفر اخر لفة. اوكي، منا هنا يا شباب، راح اظل اضغط هنا، راح اظل اضغط هنا، وبعدين الف بهذا الشكل. اوكي، لحد ما يطلع لنا شيء. خلينا نشوف، ممكن تتغير، يا رب تتغير. طاقة 99، يا الله، كل التحديات اليوم قوية، كلها من مصلحة الدون. ومثل ما تشوفون كل شيء عندنا 99 يا حبيبي. الدون راح يجلد ليفربول، حاليا عنده 9 أهداف ربع النهائي. يلا بسم الله، المباراة الأولى. صلاح خطير، صلاح له، الله يستر من الكارت الأحمر يا كورتوود، جاي تسوي. يلا الحمد لله ماكو كارت أحمر. صد كورت يا ولد يا لعيب، يا سلام عليه. لا خطرة حلوة يا كورتوا، والله وحش وحش كورتوا. يلا الدون، هذه المرة جول كريستيانو، أرجوك أرجوك. رونالدو، يا رونالدو يا رونالدو. كريستيانو شلون تضيع يا الدون؟ حلوة رونالدو، يا الله. أوف 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 أوف. جاكبو، لا والله، الحمد لله الحمد لله ضاعت. حلوة ميندي، يلا شباب ريد جول، نزل هي. الله يا سلام، بالدقيقة الأخيرة كريستيانو رونالدو. أوكي، عندنا لفة الهدف ولفة المباراة، فلفتين راح نلف بعد هذه المباراة. الله يستر، ايش راح يصير؟ يعني حاليا الدون هو بأقوى شيء يا شباب، ما قدرنا نسجل، لأن يعني اللاعب عملاق، لما يصير اللاعب عملاق يصير صعبة. لكن المهم تقدمنا على ليفربول، وخلي نعبر لنصف النهائي إن شاء الله. الله صافرة الحكم. يلا بسم الله، واللفة الأولى، وخلي نشوف ايش راح يطلع للدون. بسم الله، وين راح يوقف؟ مهارة واحد، اوكي مهارة واحد، هذه سهلة. اوف 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 اوف، اللفة الثانية توقف على السرعة الصفر، معناته عملاق وسرعته صفر. مهارة واحد راح تكون سيئة جدا الصراحة. السرعة عندنا واحد حرفيا، تسارع واحد وسرعة واحد. الله يستر، حركة مهارة مثل ما تشوفون نجمة واحدة. اياب ربع النهائي راح يكون صعب. يلا بسم الله، صافرة البداية، كل اللي علينا نفوز بهاي المباراة يا الدون، ولو اسوأ نسخة من الدور بحلقة او بمقطع اليوم يا شباب. سيئة هذه النسخة جدا، لان بطيء، حتى حركة مهارة ما عنده، يعني لا مراوغة ولا حتى سرعة. خطرة خطرة، وبوبوبوبوبوبو، الحمد لله. وا كريستيانو، هاي أسرع سرعة يا شباب، يا الله أنت يوصل. حلو، اركض يا ولد، اضرب. لا، يلا رونالدو، هي يا الله، بالرأسية قوي. يلا كريستيانو، هي حطها. لا يا الدون، لا 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 لا، المفروض كانت رأسية لك يا ولد. خطرو، يا سلام كورتوا، نعم يلا. لا لا يا كريستيانو لا، يلا يا رب، انت اعلى انت اعلى، يا سلام. لعب طويل 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 طويل، جول، الله عليك. نتقدم على ليفربول يا شباب 2-0 مجموع المباراتين. لازم نستغل الطول يا حبيبي، ولا ألمن اللاعب طويل بهذا الشكل. شوف العرضية، وين وين يا أليسون؟ كأنه بيده حطاها. لا حلو، لا لا يا شباب، لا لا مو بهذا الشكل، لا 2-1. حلوة حلوة، استلم رونالدو،
مراوغه ماكو ها؟ الله ما يحتاج مراوغه يا عمي، ما يحتاج مراوغه، الجسم هذا كله معقوله تنقطع الكره من عنده. 3-1 سجل هدفين بالاياب. شوف 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 الدون، شوف الدون، شوف الدون، شوف فان دايك يوصل لركبه كريستيانو، يا سلام. لا افا يا شباب افا، والله ليفربول فريقهم محترم. يلا كريستيانو، اوف اوف اوف، يلا كريستيانو بالراس الدون، لا بعده ان يا ولد، الله الله الله، ضاعت. روديجر اضرب، روديجر، لا سهل سهل، خلاص صفر 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 يا حكم، صفر ونهيها الى نصف النهائي. رونالدو سجل هدفين، راح نلف ثلاث لفات. يلا بسم الله، اللفه الاولى وروح يا حبيبي يا رب. وش راح يطلع؟ وين السرعه؟ اتمنى ترجع. تسديد صفر، كارثة هذه، هذه مصيبة. يعني احنا عندنا السرعة والتسارع واحد بواحد، صار بعد الانهاء واحد، قوة التصويب واحد، والتصويب البعيد واحد. مصيبة يا شباب الصراحة، اللاعب انهاء واحد، شلون راح نقدر نفوز؟ طاقته 61 حرفيا صارت كريستيانو رونالدو، عنده بعد لفتين، اتمنى يعوض. يلا بسم الله اللفة الثانية، يا رب يعوض، يا رب ترجع الطاقة قوية. وين عملاق سرعة؟ الحمد لله رجعت السرعة، الحمد لله يا شباب. ريت الإجمالي صار 70 والسرعة والتسارع 99 مثل ما تشوف. بقيت لنا لفة واحدة ما قبل نصف النهائي، ونقول بسم الله ويا رب يا رب يا رب يا رب شيء قوي، يا رب شيء قوي. مشكلة عندنا بالتصويب، قزم، لا 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 تصويب ولا، بس سريع، الله يستر، لأنها عنده تعبان جدا. أوب أوب أوب، شوف رونالدو يا شباب، شوف رونالدو. أوكي خلينا نشوف بس طول اللاعب، 130 سنتيمتر حرفيا. نصف النهائي ضد تشيلسي، أوكي مباراة الجهة الثانية باريس ضد مانشستر سيتي، الله يستر يا شباب. من النهائي راح يكون إذا عبرنا طبعا تشيلسي بالإنهاء، إنهاء الدون واحد حرفيا بهاي المباراة. أتمنى إذا وصلت وياي لحد هذه اللحظة اللايك يا صديقي مهم جدا حتى يقترح المقطع ونتحمس لمقاطع أخرى. وإذا تردون لليو ميسي حلقة مثل هذه، لايكات اللايكات، الله الله باللايكات. وين كريستيانو؟ هذا كريستيانو يا شباب، شوفوا كريستيانو رونالدو، شوف السرعة، أوف 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 أوف. والله سريع بس الإنهاء، يعني لازم نركز إحنا على إنه نصنع بيه. لعب له كريستيانو، والله باور شوت ايش راح يسوي؟ وين سيء الإنهاء، سيء يا شباب، ما شوت من مسافة بعيدة. لا لا لا، يا سلام كريستيانو رونالدو، لا يا رونالدو لا. أوه ضربة حرة، تصويب عنده تعبان. يلا كريستيانو رونالدو، آه يا رونالدو، لعب له دون بالسرعة، بالسرعة يا دون. طبعا أي مراوغة ماكو، فقط السرعة، ما عندنا غير السرعة. يلا هي يا ولد، لا 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 لا، حلوة يا سلام، بالسرعة بالسرعة، الله 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 الله، القزم القزم القزم، جول، يا سلام عليك يا سلام عليك. شوف ما عندنا غير السرعة بس، اللاعب طيارة، يا سلام. انهاء حلو والله، والله الانهاء حلو رغم انه واحد. خطرة، هدف التعادل، تشيلسي فريقهم محترم، 1-1. حلوة، لا لا يا كريستيانو سجلها، هي لا 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 لا، نزل يا ولد رونالدو، با لا شلون ضاعت، الله يستر. حلوة كورتو، حلوة دون بسرعة، الله لا، الانهاء 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 سيء سيء، حيل سيء الانهاء والله. خلاص خلصت المباراة يا شباب، العجلة مرتي راح نحركها يا شباب بعد هذه المباراة، هدف واحد بس سجل. ومرة الأولى ونقول بسم الله يا رب يرجع لي الانهاء. وين؟ لا الحمد لله الحمد لله، كان ممكن يوقف على الطاقة الصفر وعندنا مباراة اياب نصف نهائي. يلا مباشرة اللفة الثانية وخلي نشوف وين راح توقف يا حبيبي. طاقة 99، يا سلام، خلاص راح الانهاء يا شباب، ارتاحينا من الانهاء، وقزم وكل شيء قوي، يعني اللعب ماكس حاليا. ومثل ما تشوفون طاقة الدون 99، لكن مشكلتنا عندنا حركة المهارة ماكو، لكن كل الطاقات 99. باريس سان جيرمان رسميا بالبلنتيات وصل للنهائي، لازم نفوز على تشيلسي حتى نلعب ضد البي اس جي. لا 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 يا تيبو يا كورتوا، يا الله الصفر، هي فالفيردي، يا الله. تعال دون، تعال 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 الدون، تصويب واحدة من الدون ممكن ينهي كل شيء. يلا كريستيانو، يا يلا يا رونالدو، ما اريد اخرج الدون، ما اريد اخرج، هذه النتيجة راح تطلعنا من الابطال يا كريستيانو.
شلون جاب هالحارس؟ هي يا ولد يا ولد. خلاص بعدين يا حبيبي. طبعا مصر يا شباب العب الركنيه بهذه الطريقه لان اريد رونالدو يسجل ورد التعادل مضمون. يلا العب. شوت وبعدين الدون. هي يا الله بلنتي. خلاص جيب البلنتي يا سلام. بس بعدنا ما سجلنا. لا تفرح الا تسجله. والله شايت على الزاويه ما شات. وقف على كورتك. هي هي الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تشواميني جول. راح اروح شوط اضافيه. اوف على الفرص. الدون 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 القصير. يا سلام يا سلام. بوم. خلاص صافره الحكم. اضافيات رونالدو. يلا اوف اوف اوف. يلا مرور. اريد جول منك. هي بعيده بعيده الدون بعيده. بلنتيات راح نروح يا شباب. للاسف صافره الحكم نهايه المباراه. الله يستر من ركلات ترجيح كريستيانو رونالدو. راح نخله يصوب الخامسه ان شاء الله ما اندم. بس اوباميانغ اوباميانغ اوبا 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 اوبا. فالفيردي خليتك الضربه الاولى. ليش بالوسط ليش؟ رحيم لا يا كورت وبعيده. رودريجو بوم. يا سلام يا لا ممكن تكون. خلاص خلاص يا شباب. حتى الدون ما شات البلنتي مالته. حتى لو شوتي ضيع الصراحه. طلعنا من نصف النهائي للاسف بعد البلنتيات الصعبه الصراحه. ضيعنا وكريستيانو ضيع بالمباراه بلنتي. الهداف كريستيانو 13 هدف. خلص مقطع اليوم. لايك اشتراك تنبيهات. السلام عليكم.